لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. للأسف الشديد أنه أخذ هذا القوس فيما يخص الدكتور منصف المرزوقي كل هذا الوقت. على كل حال، عموما أن الوضع، نعود إلى ملف الجزائر، أن الوضع في الجزائر سيء جدا وأنه وضع ضعيف. الرئيس غائب، لم يظهر إلى حد اللحظة من هذا اليوم، ربما سيظهر لاحقا، ربما لن يظهر، المهم لا أحد يعلم مصيره. الرئاسة تتخبط، الرئاسة لا يوجد فيها رئيس جمهورية، لا ندري من يسير البلاد ولا من يتحكم في قرار العباد في هذه البلاد. للأسف الشديد كل شيء عاد إلى العهد البوتفليقي، ربما أن العصابة ترقص في سجونها عندما ترانا في نفس الوضع الذي كنا عليه قبل 22 فيفري 2019 عندما كان الرئيس يعالج في سويسرا والعصابة تطبخ له عهدة خامسة. الآن أيضا الرئيس في ألمانيا حقيقة لم يظهر بعد، لا ندري، الأخبار هاي تتداول، الله أعلم على حاله والله أعلم على مآله. وفي نفس الوقت هناك من يسير الدولة ويقرر في مكان الرئيس من هو. قبل كنا نعرف أنه السعيد بوتفليقة هو اللي عنده الكاشي، ذرك ما زلنا لا ندري شيئا. نتمنى أن يظهر الرئيس اليوم قبل الغد وتزول كل هذه الوساوس وتعود الدولة إلى سكتها الصحيحة، ولكن في نظري أن عودة الدولة إلى سكتها الصحيحة قد انحرفت انحرافا لن يكون، لأنه هذا الانحراف للأسف الشديد بدأ في أول نوفمبر 2020 الذي من المفروض يكون يوم تاريخي للوحدة بين الجزائريين، كان يوم للتقسيم وفق دستور صنعه العرابة بإحاءات جاءته من وراء البحار لن تعود إلا بالوبال على الجزائريين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.